صباح النور، صباح الخير، صباح نشاط الحيوية والطاقة الإيجابية أحبابي. صباحكم مبروك على أنغام الجميل الراحل عبد الحليم حافظ. صباح النور. كي صبحتوا صحيحتكم مورال، كنتمنى تكون اموركم كلها مزيانه يا رب، والله يسخر لكم ما هو جميل في هذا اليوم الجميل يا احبابي. صباحكم مبروك بالنشاط والحيويه والطاقه الايجابيه كيف ديما، كما تنقول لكم، وتمتعوا معي بهذه الانغام الجميله ديال الزمن الجميل. حكمة اليوم يا أحبابي: لا تصدق كل ما تسمعه عن الآخرين، فالشخص قد يكون مستقيما لكن من يعكس صورته هو المائل. واتقابلنا والحياة قدام عينينا حلوة، واتقابلنا والكلام وفي الحياة يا أحبابي أحيانا تحتاج إلى تجاهل، تجاهل أحداث، تجاهل أشخاص، تجاهل أفعال، تجاهل أقوال. عود نفسك على التجاهل الذكي، فليس كل أمر يستحق وقوفك. رايح وأنا محتارها يا خوفي، واتقابلنا والحياة قدام عينينا حلوة، واتقابلنا. قالوا أحبابي: إن لم تستطع النطق بما هو جميل فالصمت أجمل. نتجاهل الكثير ليس لأننا لا نرى، بل إن القلب ارتوى شبعا مما رأى. كل حاجة فكرت فيها في لحظة واحدة ردت عليها بنظرة حلوة من عينيها. كل حاجة فكرت فيها في لحظة واحدة ردت عليها بنظرة حلوة. هل تتفقون معي أحبابي أنه الألم يغير الناس، يجعلهم يثقون أقل ويفكرون أكثر وينعزلون أطول؟ نعم، إنها الأحاسيس تتغير مع الأحزان. الأمان فعنيها، حسيت إني عديت للأمان. أحيانا أحبابي رغم احتياجنا إلى التحدث مع أشخاص ومع أناس ومع عائلة، بما أنه النتيجة تكون دائما تصدمنا، سواء غيخرجوا السر ديالك، سواء غيجمعوا بيك، سواء بزاف الحوايج. لهذا تجاهل واكتم سرك في نفسك ولا تخبر به احدا سوى. والحنان خد مني ودفا يا اللي محروم من الحنان. سوى الخالق سبحانه وتعالى، لأنه نتحدث مع الأشخاص ولا يتغير شيء، وعندما نتحدث مع الله سبحانه وتعالى يتغير كل شيء بإذنه، لأنه هي هك الحياة هك. الله اللي خلقنا خصنا نعتمد عليه، هو ما نعتمدوش على المخلوق اللي بحالنا. في بعض الأحيان حاجات طبية، حاجات نفسية تدعو إلى تدخلات واستشارات، ولكن في حياتنا اليومية هناك أشياء نلجؤ فيها الله سبحانه وتعالى. ما نحتاجوش نبقاو حنا نشكيو مع عباد الله، نعاودوا لعباد الله. الإنسان تا هو هذاك اللي تتشكي عليه عنده هم هازو أكثر منك، وربما تيقول في خاطره هذا مسالي راسو تيجي تيعاود لي، فهمتي؟ واخا أنه تيتصنت ليك حشمان منك ولا داير بحسابك شوية، ما يكون على يقين إن فوتتك من هذيك الساعة ديال اللقاء أو ساعتين كاع سيمشي كأنه لم يسمع منك شيئا إلا من رحم ربي وهم معدودون على رؤوس الأصابع. أحبابي كنقول لكم توجور المصدر كيكون هو الملجأ الوحيد لنا في الحياة، وهو الله سبحانه وتعالى. أحبابي أمانة وأمانة يا دنيا أمانة تخدينا الفرحة. كنسخش بكم، نهاركم مبروك، صباحكم مبروك بالنشاط والحيوية والطاقة الإيجابية، بداية أسبوع موفقة للجميع إن شاء الله. الله يسهل على اللي كيقرا اللي كيخدم، والله يخليكم ليا كنموت.